الرئيس الإيراني حسن روحاني ينوي أن يطوي صفحة الماضي بإنهاء أزمة بلاده مع الدول الغربية بسبب نشاط إيران النووي. جاء هذا في المؤتمر الصحفي الذي احتضنته العاصمة طهران بعد التنصيب الرسمي لروحاني كسابع رئيس للجمهورية الإسلامية الإيرانية. خطابات الرئيس الإيراني خلال الحملة الانتخابية أشارت كلها إلى أنه ينوي اعتماد سياسة معتدلة وبراغماتية تجاه دول الغرب، لكن من دون تجاهل حقوق الشعب الإيراني كما يقول. من منصبي كرئيس لجمهورية إيران الإسلامية أعلن عن عزم كبير لوضع حد للأزمة في إيران. برنامج إيران النووي الذي تم إطلاقه في خمسينيات القرن العشرين بمساعدة من الولايات المتحدة كجزء من برنامج الذرة من أجل السلام جعل إيران عدوا لأغلب الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي هذا الإطار تعمق روحاني في حقيقة العلاقات بين إيران والغرب قائلا أن الأزمة التي يعيشها بلاده لم تتسبب فيها الولايات المتحدة بمفردها، ولكن أطرافا أخرى تفرض قراراتها في إشارة إلى إسرائيل. لسوء الحظ هناك مجموعة معينة تقوم بالضغط على القرارات المتخذة. هذه الأطراف تسعى إلى الحرب لأنها تعارض كل إمكانية الحوار والاتفاق بشكل سلمي. إن هذه الأطراف لا تعمل لصالحها الخاص، وإنما تخدم مصالح بلد أجنبي آخر ليس الولايات المتحدة. وتعد تصريحات حسن روحاني بمثابة ردود صريحة على مهاجمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني قائلا إنه يشارك سلفه ذات الهدف.